اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. رحت فين يعني؟ جاي منين؟ رايحين فين؟ والله كنت عند دكتور العظم عشان انا كان عندي ورم سرطاني في رجلي، كانسر، وشايله مفصل رجلي اليمين وشايله جزء من الرئه، وعندي عمليه تجميل. عندك ايه؟ واحده واحده. ايه ده؟ شايله مفصل رجلي اليمين. كان في كانسر وشايلوا المفصل واستعملوا تثبيت في رجلي. وبعدها بفتره رد في الرئه وشايله جزء منها برضو. ألف سلام عليك. خليكوا، عندي عملية تغيير شريحة يعني وكده، فجاية من عند الدكتور. بالك قد إيه بالمرض ده؟ دي سنين، كذا سنة يعني، كذا كتير. بس دلوقتي أنت كنت فين بقى؟ عند دكتور العظام عشان عندي عملية وكده. في عملية قريب؟ إن شاء الله. إمتى؟ ما حددتهاش لأن عايزة مصاريف وكده يعني، لسه ربنا ييسر. ما تروح معهد الأورام ولا؟ ما أنا بروح بتعالج فيه وعلاج طبيعي وكده ومتابعة وكل حاجة في معهد الأورام. نصيب كويس اني اقابلك بقى. احنا في الليالي العشره الاخيره. سعيده والله يا استاذ طارق، ربنا يبارك لك. اسمك ايه؟ سحر حسن. سحر حسن اللي عندها مرض سرطان، ربنا يشفيك يا رب. ربنا يخليك، ربنا يبارك. انت اسمك ايه؟ ياسر. ازيك يا ياسر؟ سنه كام؟ سته. قول لمامتك كده ربنا يشفيك. ربنا يشفيك يا رب. كنت معاها عند دكتور؟ اه. وزعلناها تعبانه؟ بس هي احسن دلوقتي مش كده؟ الحمد لله. قلت لك سنه كام؟ سته. خلصت وتمام ومن الاوائل ولا ايه؟ وانت اسمك ايه؟ حمزه. ها؟ حمزه. 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 قول لماما الف سلامه عليكي. الف سلامه عليكي. زعلانه عشان هي عيانه؟ تروح مستشفى كتير ولا حاجه؟ معلش. انت عندك كام ولد وكام بنت؟ معايا ثلاث ولاد صبيان، ثلاثه. محمد في الاعدادي وياسر وحمزه، هيخش المدارس السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. يا بنقول نفرتاري يعني اتولدت سنه كام ولا تعرف اي معلومات عنها؟ لا، نفرتيتي يعني قصدك؟ لا، نفرتاري، بنسال عن الملكه نفرتاري. طب اديك اختيارات. ماشي. بس قولي يا رب الاول. يا رب. انت نفسك في ايه؟ يعني نفسي اعلم ولادي كويس، ان التعليم دلوقتي بقى صعب، بصرف عليهم وكده اهوت، واعمل عمليه ان شاء الله وربنا ييسر الحال. جوزك بيشتغل ايه؟ ارزاقي. طب اديك اختيارات. نفرتاري 1300 قبل الميلاد، 2000 قبل الميلاد، 3000 قبل الميلاد، 1 2 3. 1300 قبل الميلاد رقم 1. 1500 2000. 1 2 3. 1 1 1300 1300 قبل الميلاد؟ ان شاء الله. متاكده ولا؟ ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى هي باذن الله. قلبي حاسسني ان هي ان شاء الله. قلبك هيقف ولا ايه؟ انت عارفه الجايزه قد ايه؟ لا. مش بتتفرج على البرنامج ده؟ بتفرج بس يعني كله زي بعضه، ربنا مش عارف. لو خدت جايزه دلوقتي تقولي ايه؟ اقول لو خدت جايزه دلوقتي اقول الحمد لله ربنا عالم بحالي، ويعني اقول الحمد لله طبعا. الشكر. طيبه. انا سعيد اني قابلتك. احنا بندعو الله. يعني ده يعني اسعد فرصه سعيده ان انا شفتك حتى لو مش هاخد الجايزه. ربنا يخليك ويبارك فيك. انا شفت حضرتك يعني. ربنا يكرمك يا رب. خليك، الله يخليك. اخر مره الاجابه رقم 1. 1 هي 1300 قبل الميلاد. الست سحر حسن. سحر حسن اللي عندها مرض سرطان وفي الرئه والعظم. هي ولادها النهارده في ليله القدر بيكسبوا معانا. بقول لك مبروك، تكسبي 100,000 جنيه. بجد؟ بجد. بجد والله مش مصدق. تكسبي معانا 100,000 جنيه. ربنا يبارك لك والله. شكلك صابره وطيبه وربنا يكرمك. والله انا عانيت مع المرض كتير بس الحمد لله ربنا مرضيني والله. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله اللي انا فيه ده فضل من ربنا، الحمد لله ان انا حمد على المرض وعلى كل حاجه، وربنا رزقني بثلاث اولاد ما شاء الله، الحمد لله على كل شيء. ده جوزها كان بيجيب لها الدواء، رجع لها كسبانه. تعيط لي يا عم. والله فرحه، فرحه ان انا شفتك، فرحت بيك انت بكل حاجه. انا من زمان قوي، من ايام انت كنت بتعمل البرنامج بتاع الجنيه الذهب ده. معانا دلوقتي ده. انت اكتر ذهب عندنا. جوزك بيعيط فرحان عشان استحمل معايا كتير، وربنا يبارك لنا فيه يا رب ويخلونا. استحمل معايا في رحله مرضي كتير يعني، الحمد لله رب العالمين. احنا رجاله ما نعيطش. شكرا شكرا. والجائزه دي من عند ربنا. ولا هي صبره محتسبه طبعا طبعا. لا مبروك ليكي. لا مبروك ليها وليها وليها.